هاي جايز، سوري بس لحظة. الو، انا بستوديو عم صور، عندي تشالنج بدي اعمل ميك اب لوك، عم بستعمل بس ليبستيك. الله يسر كيف رح يطلع معي. بعتقد عرفتوا شو التشالنج، خلينا نبلش. للكونتورينج رح استعمل الكولر ريتش مات ليبستيك من لوريال. سو هيدا اللون تبعه بيجي شوي على براون. رح استعمل البروش بهيدي الطريقه، رح استعمل بيوتي بلندر واعمل بلندينج مزبوط. حلو، عن جد حلو، حبيته. هو زيته رح حط منه على خدي. لازم دغري نعمل بلندينج تما ينشف الليبستيك، خصوصي اذا كنا عم نستعمل مات ليبستيك. شفتوا الفرق؟ انا كتير حبيت. للآي شادو والبلاش رح استعمل من ميبلين الكولر سنسيشنال ليبستيك. الله يستر. كيف لونه كتير قوي. او ماي جاد، هذا كيف رح حطها على خدي. خلينا نبلش. كمان على براش شارلوت اوفراز. اكشلي زبط، سو ام اكسايتد جربه على عيونه، اكيد رح يطلع حلو. ببرش مشطوبة وزيت الليبستيك رح ظبط رسمة عيني وحط منه تحت العين. واو، كتير حبيت، وأهين توقعت يكون أصعب صراحة. هلا أحلى وأهين بورت، بعتقد الكل بيعرف يحط ليبستيك. كمان رح حط على براش بس ما يكون كتير قوي اللون، احسن اذا اللون كان كتير قوي نضل نستعمل البراش، لانه اذا حطينا دغري على شفافنا رح يطلع اللون بعد اقوى. لون الليبستيك اللي استعملته بهيدا التشالنج كتير دارج لهيدي الصيفيه وحلو، بس نكون عم نستعمل زيت اللون على الاي شادو البلاش والليبستيك، واكيد ما تنسوا التوب. انا كتير بحب الهايلايتر بالميك اب، حس انه بيضوي الوجه، لهيك رح استعمل كارل لاجرفيلد شيمري ليب جلوس از هايلايتر. جايز عن جد ما عم بالغ، كثير حبيت هيدا اللوك، كثير كثير سمر، كثير هيك خرج يعني. كتير رح تتسلوا اذا بتعملوا هيدا التشالنج مع اصحابكم بالبيت، لانه كتير رح تضحكوا. So do it and enjoy.